يشهق الآن بعد ظلم كبير دامت لي عطاني الزواج عطاني كل غضبة يبني الآن وبكل يوم وبكل ليلة أتى ليتمكن من عفتها زالب إن لم يخرج وإن لم يتب إلى الله فعليه اللعنة والغضب والذلة والصغار والهوان أنت الآن بريل فليل بعد عدة إنك أنت عزيز كريم ذق إنك أنت العزيز الكريم أنت العزيز الكريم لا تسمع أنت العزيز الكريم بعد هذه الذلة والصغار ذق عذاب الله جل وعلا ذق وما عند الله أشد وأبقى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يقولون هذه نار تكوي وتحمي قلبك لن تعذبها بإذن الله جل وعلا بل تعذب بوحدك قلب أعطاك الله إياه وهبك الله إياه يسلم بالطاعة كما تركته في عيش اللهم أحمي قلبه اللهم احمي قلبه بالنار اللهم عذب قلبه كما عذب هذه الأمه اللهم عذب قلبه اللهم أكرم قلبه اللهم احمي قلبه اللهم اجعل قلبه جمرة اجعله نارا وعبرة اللهم شوه اللهم ستره الله اللهم اجعله عبرة لغيره من جانب اللهم اجعله أكثر مما نرى اللهم اجعله أكثر مما نرى من الذل والخزي والهوان والصغار عليك وعلى من سار على شأنك اللهم عليك به إنهم شالوا وصالوا وفتنوا المؤمنات فتنوهم حرموهم بالحجاب إنهم أعداء الملة الإسلام زعموا بأنفسهم أنهم مسلمون لكنهم يحاربون الشرع والمنهاج الذي أتى به نبيه محمد إنه حرمها بالنقاب وبالحجاب حرمها منعها للعبادات جعل بينها كل عبادة حاجزا وصمتا إنه يقف أمام الطريق ودعوة نبيك اللهم أرسل عليه جنودا لا نراهم كما لا نراهم اللهم أرسل عليه جنودا تعذب اللهم اغفر لك هذا العذاب اللهم زده عذابا حتى يتمنى الموت فلا يجده يتمنى الموت والفكاك والخلاص من هذه الأمه فلا يجده حتى لا يعود إلى جسد آخر حتى لا يعود ولو متوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون إنه قد أحب العشق وأحب الهيام وأحب الحرام إنه صار يرتضي في المستنقع اللهم صل أركانه اللهم أدلك بصره فلا ينظر إلى عورة أبدا قط اللهم إنك أنت الوالد نوحدك ونمجدك وندعوك الله فاستجبر فيه بإمكانه أن يحج الآن وأن يعتمر لا لكنه أبى
أبا إلا أن يصير من غير المسلمين؟ أبا إلا أن يكون عاشقا؟ لو أحب الله لا عبده، لو أحب الله لأعلى شأنه، ولكنه استجاب للشهوة واستجاب لكل ناعق من أهل الفساد والإفساد، صار في طريق اليهود. نعم، قال الله جل وعلا: ونعم الكلام كلام ربي، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا. يا عاشق، خلق لك ربك من بني جلدتك. لا تعيد هذا الكلام. ومن بني جلدتك. لا. من هن حل لك، حلال عليك، فانكحوهن بإذن أهلهن. يا أمي، ادخل أبوابا، ادخل البيوت من أبوابها. لكنك الآن أنت تغتصب وتأخذ العلم والشرف والطهر، ولن يكون كذلك. نحن لك بالنصران، والله معنا، والله معنا. الله جل وعلا يستجيب العبيد بالقيام والدعاء والصلاة. الله يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، يكشف الكرب ويزيل الهم. هو الله، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. عز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، وأحب الشهوات والشبهات من اليهود والنصارى والمظلمين. اعلم يا عمي، أنا لك ناصح أمين. أليس منكم أن تشير أجرهم بهذا البحر؟ إني ناصح وعليك مشفق. أخاف عليك مما أخاف علي، ولا تشفق علي. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، وبشير لقوم يؤمنون، وبشير لقوم يؤمنون. ألم يئن لك أن تؤمن واسم حقا؟ ألم يعلم الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق؟ ولا يقول كالذين أوتوا الكتاب فقال عليهم الأمل وقست قلوبهم. قل خطاتي أعليك الظن، أعليك الظن يا عاشق، أعليك الظن. كلا بالظن على قلوبهم، أعليك الظن. لو قدر الله على قلبك لما يدعك الدعاء، وما كان لك الإجابة. لكن أظن بك خيرا إن كنت خلقت في المسلم وفي الإسلام، فارجع عن غيرك واقرأ عن الظلم، فالظلم حرام. الظلم ظلمات يوم القيامة، يوم تصلي إلى ربك جل وعلا وتسأل عن الغمرات والغمرات والحجرات، أي تصير حرام. قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أشعر ما أنت فيه الآن من عذاب؟ بما تشعر الآن؟ بماذا تشعر الآن؟ بماذا تشعر الآن؟ إنه الحق. قالوا حرقوه، قالوا حرقوه وهو صلاة المؤمنين. اسمع إلى كلام الله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لهم عذاب جهنم. أنا أستطيع أن تصبر على حر النار؟ أجبني. أنا أستطيع أن تصبر على حر النار؟ قلنا لهم جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يا الله،
كلنا سوف نموت، والكل سوف يفنى، وليس غير الله يبقى. أتسمع؟ أسمع، أنا أسمع. أتسمع يا عاشق؟ إني أحبك، إني أحبك، إني أبين لك الحلال من الحرام. سعي وتدبر. أستطيع. لا أستطيع. تستطيع إن جعلت الله هو همك، وكنت رغم يدك، وجعلت الله أصبع عينيك، والجنة هي مبتغى مرادك. فالله يعوضك خيرا، ومن تركش ومن تركش يعني الله عوض الله خيرا منه. عوضك بحور عين، مقصورات خيال، لا يسكن نعيم قبله ولا بجانب. عوضك الله جل وعلا بجدية مؤمنة تقية نقية ضارة، ترعاك، تحبك، تخافك.